نعرف بالتفصيل اكتر واكتر من دكتور حسام المندوه شخصيا معانا على التليفون. دكتور حسام، مساء الخير لحضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله طبعا، والف الف مبروك النهارده على 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري الممتاز. صحيح، الحمد لله، مبروك لينا كلنا. هو 3 نقاط لاعاده الثقه بسرعه في نسيج الفريق من تاني، وهيكون لها ان شاء الله مردود كويس جدا، وان شاء الله نوفق الفرقه المحترمه دي والترابط اللي عملوه. المشهد اللي احنا شفناه الموسم السابق ان شاء الله يتكرر المره دي باذن الله. والله يا دكتور حسام، يمكن ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، فكره ان انا من وجهه نظري دي محطه من اهم المحطات اللي موجوده في الدوري السنه دي، نظرا للظروف العامه المحيطه بيها، توقيتها، حاله المنافس طبعا، النادي الكبير نادي الاسماعيلي اللي هو في ظرف مش عادي وغير تقليدي، كمان انت قايم من مباراه برضو كان سيناريو خيالي، فكل ده خلى المباراه النهارده مختلفه من دوافع ومن اعاده اتزان ومن كل الاشياء. هو طبعا بتتفق مع حضرتك تماما، يعني وقتها مهم جدا. بتلعب في الاسماعيليه امام فريق قوي جدا وكبير جدا. النهارده حقيقي فريق الاسماعيلي كان فريق متماسك. فرصه برضو يا كابتن محمد نبارك لمجلس ادارته المنتخب لسه حديثا، مهندس يحيى الكومي، وبنشكره النهارده على حسن الضيافه. وانا شايف ان فرقه الاسماعيلي مع برضو وجود مجلس اداره حاليا يراعي بقى كل المشاكل كانت موجوده للاستحقاقات والامور دي كلها، اعتقد ان شاء الله برضه هيغير كتير من شكل الاسماعيلي. اكيد طبعا. طيب عايزين ندخل مع حضرتك على طول في الموضوع يا دكتور حسام، كلمني الاول عن موضوع الكرنيهات، عايز اعرف من حضرتك بالظبط تفاصيل الكرنيهات وتنقيه العضويات والانتخابات، يعني اديني كده فكره شامله. طيب خلينا بس الاول نتكلم في جزء مهم جدا، لان حقيقي كل اعضاء نادي الزمالك حاليا بيسالوا عليه، اللي هو الكرنيهات ونظام الكرنيهات الجديد والدخول والخروج من بوابات النادي. فانا حابب اقول لحضرتك واقول اطمن اعضاء النادي كلهم ان احنا بدانا خلاص نفعل المنظومه الجديده الخاصه بالعضويات، وهي منظومه يعني تعتبر منظومه كروت ذكيه. الكارت او الكارنيه اللي دلوقتي اللي معاده نادي الزمالك مش كارنيه تقليدي بس لمجرد انه يدخل النادي بيه وخلاص، لا، ده الكارنيه ذات نفسه عباره عن كارنيه ممغنط وبيدخل من بوابه الكترونيه، يدخل من خلال حاجه اسمها الكيو ار كود، وفي نفس الوقت الكارنيه ده عليه بطاقه ذكيه السمارت كارد اللي موجود فيه، واخده رقم الفيزا، وبالتعامل او التعاون مع هيئه البريد المصري ممكن حاليا اللي بقى ليك حساب، يعني اي عضو دلوقتي معاه الكارنيه دوت بقى ليه حساب في البريد المصري، بيتفعل هذا الحساب ويقدر يضيف بقى رصيد ليه اي مبلغ مالي هو عايزه، محفظه الكترونيه يعني. بالظبط، محفظه الكترونيه بالظبط زي الفيزا كارد بالظبط كده، الفيزا او الماستر كارد بالظبط، هي زي اللي موجود حاليا مع في عضويات في كارنيهات نادي الزمالك. تعمل بقى ايه يا كابتن محمد بيه؟ ممكن تشتري بيه، يعني عاوز تاكل في اي مطعم، عايز تشتري بيه حاجه بتشتري بيه الكلام دوت، عايز تخصم منه مبلغ معين تقدر برضو من خلال الكيو ار كود اللي هيكون موجود في كل المطاعم داخل النادي تخصم منه على قد ما انت اشتريت. عايز تسحب فلوس من الاي تي ام تسحب برضو بيه فلوس من الاي تي ام. فهو حقيقي كارنيه له مزايا عديده، معمول بشكل جديد مرتبط بموبايل ابلكيشن. برضو موبايل ابلكيشن دي في حاله نسيان الكارنيه ذات نفسه او مش معاك الكارنيه، هي بالموبايل ابلكيشن فيها برضو الكود دوت. بالكود ده ممكن يعني تحط كده الموبايل على المكنه وانت داخل او انت خارج، فتسمح لك بالدخول او الخروج داخل النادي وتعمل بيها كل الاجراءات اللي ممكن تعملها من خلال الكارنيه. بسبب كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي الموضوع خد وقت شويه عشان يتعمل، لان حتى الكارنيهات دي بتيجي من بره مصر، يعني مش كارنيه عادي. فخد وقت شويه حقيقي في توفيره، لكن احنا حاليا دلوقتي اتوفر العدد الخاص بكل الاعضاء، وبنبدا من اول بكره ان شاء الله نعمل اللي هو تسليم بقى الاعضاء كرنيهاتهم. بس احنا بكره عاملين العدد بس الاول 2000 واحد بالعضويه، من رقم 1 لرقم 2000 تقريبا او 2240. 2243 بالظبط. بالظبط 2243 دول ان شاء الله من بكره احنا جاهزين نسلمهم الكرنيهات. على اخر الاسبوع هنجهز 25,000 كرنيه، واتباعا بحيث نخلص ان شاء الله
يعني قبل ال قبل مثلا الانتخابات خلال طبعا. 15 ديسمبر او اكيد قبل الانتخابات طبعا، ممكن يكون على حدود من 10 ل 15 ديسمبر ان شاء الله يكون كل استلم الكارنيه بتاعه. ان شاء برضه الله. احنا حاليا بدانا نركب يا كابتن محمد البوابات الالكترونيه جوه النادي، ركبنا بوابه وبرضه الباقي جاي تباعا. احنا عندنا 7 بوابات داخل نادي الزمالك، هنركب على كل البوابات دي البوابات الالكترونيه بحيث يمنع تماما بقى دخول اي حد مش عضو. طبعا العضو بيحط الكارنيه بتاعه على المكنه، المكنه بتفتح له تلقائيا ايوه ويدخل النادي. فدي طب. برضو انا شايف ان هي هتوفر جزء كبير من الـ او هتدر دخل على النادي برضو بشكل غير مباشر، انها تعمل سيطره محكمه جدا على بوابات النادي، ما يدخلش غير الاعضاء فقط، ولو حتى حد مش عضو معاه الكارنيه دوت فالصوره هتظهر على جهاز الكمبيوتر اللي موجود في وحده التحكم عند فرد الامن اللي موجود، فممكن على طول يعترض على دخوله. برضه في نفس الوقت يا كابتن محمد، اول ما احط الكارنيه ده على المكنه البوابه الالكترونيه هنعرف هو مسدد كل الصفحات اللي عليه او مش مسددها، هيدي الارم لفرد الامن. يعني مع الموضوع معمول بشكل محترم جدا، حاجه بالفعل تليق باسم عضو نادي الزمالك. طيب دكتور حسام، كنت طبعا الحقيقه انا عايز اهنيكم على كميه الحاجات اللي بتحاولوا تعملوها في وقت مضغوط جدا جدا رغم صعوبه الملفات يعني تقلها باللغه الدارجه كده. طب الحقيقه طبعا لازم اشكركم شكر كبير جدا على الخطوه اللي خدتوها حتى ولو قبل ايام بتحاولوا تشتغلوا فكره تجديد عقد طبعا امام عاشور وعبد الله جمعه، الحقيقه من الحاجات اللي ريحت شويه جمهور نادي الزمالك فكره ان انت بتحاول تاخد خطوات ان فرقتنا بتحاول تستقر. اكيد برضو ما يعني ما يخفاش عن حضرتك ان ملف بن شرقي برضو من على راس طبعا الاولويات اللي موجوده. قول لنا انت في تطورات جديده فيه، هل في جديد بشكل عام في ملف العضويات؟ انا عارف ان الوقت بيضيق جدا 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 ولازم اشكركم ان انتوا لحد اخر دقيقه بتحاولوا تسيبوا اثر بشكل عام ده هنا في تجديد اللاعبين. هو طبعا برضو الكلمه بتاعتك اللي قلتها لنا كتير قبل كده، بنطفي الحرايق هنا وهنا وهنا. فاحنا من اول يوم ما جينا يا كابتن محمد ملفات كتيره جدا قدام عينينا، في ملفات انجزناها الحمد لله، في ملفات محتاجه هي وقت اطول شويه، محتاجه مجلس منتخب يكون اكثر استقرارا طبعا عشان تعمل حاجه على مدى فترات زمنيه طويله شويه. ولكن هو المفروض ان احنا نشتغل لغايه اخر يوم احنا قاعدين فيه، اللي هو خلاص احنا قدامنا حوالي تقريبا 3 4 ايام وتنتهي الفتره بتاعتنا. فاحنا الملفات دي كلها بتاعت اللاعبين كانت مفتوحه، واللي بيخلص منه بيعلن على طول، وده اللي حصل فعلا مع الكابتن امام عاشور والكابتن عبد الله جمعه. وبرده على فكره احنا تعاقدنا مع الكابتن محمد مصطفى اللي هو الشهير بلعبه في الطايره. فدي كلها خطوات معموله بحيث ان احنا حتى لو هنمشي بكره لازم نشتغل لغايه اخر يوم ونسلم اللي عملناه دوت للي يجي يمسك بعد كده، اذا كان اللجنه او طب مجموعه من اللجنه. دكتور حسام طبعا كلام الحقيقه ومجهود يمكن مشكورين عليه بشكل كبير، لكن دلوقتي عندي 4 ايام وعندي ملفات محدده، هل مثلا ممكن يبقى في خطوات يعني جايه الفتره اللي جايه سريعه نظرا لضغط الوقت، فكره مثلا بن شرقي، فكره طارق حامد، فكره مصطفى فتحي ونجم، عندنا كام لعيب برضو نطمن؟ لان انا دكتور قبل كده كنت بتكلم مع اعتقد دكتور حسين السمري وكنت بتكلم معاه ان احنا مشكلتنا ان احنا لو فاتنا 4 ايام هنضطر ممكن نستنى شهر ونص وشهرين، انت عارف ظروفنا دايما مختلفه يا دكتور حسام نتيجه التغييرات الكتير، فيعني ممكن يكون البركه اللي تاخدها في 4 ايام تغنيك شويه كده تدفيك شهرين كده. بركه 4 ايام تكفي شهرين. هو يعني طبعا احنا بنحارب الوقت برضه، يعني خلي بالك احنا بنشتغل في ظل برضه مشاكل اخرى كتيره، اللي هي القضايا اللي كل يوم والتاني ورانا القضايا دي والغرامات اللي المفروض نسددها ومواعيد استئناف لو ما عملناهاش يبقى هيبقى قطاع الاستئناف. يعني برضه ملف تاني برضه حقيقي متعب جدا. يعني برضه ما اعتقدش ان في ال4 ايام هننهي كل الصفقات المطلوبه تجديدها مع اللاعبين الموجودين، ولكن الملف اللي حاليا مفتوح بقوه برضه، وان شاء الله هو ملف بن شرقي فيكون فيه زياره فيه او اللقاء فيه قريب جدا مع اللاعب. وسبب التاخر في الكلام ده يا كابتن محمد حين مفيش وقت فاضي كتير بين الماتشات انك تقعد مع حد، يعني الوقت ضيق جدا جدا. وحتى في فتره التوقف السابقه كان بن شرقي مسافر يمكن رجع على ماتش الاسماعيلي على طول، فالوقت ضيق جدا، لكن ان شاء الله تعمل قعده معاه
قريب في الفتره اللي احنا قاعدينها. هو وكل اللعيبه طبعا المهمين عندنا وكل اللي عندهم ملف كل اللاعبين مهمين يا كابتن محمد طبعا، وكلهم عارفين واحنا عارفين برضه هم زملكاويتهم ليها دور كبير جدا في استمرارهم داخل جدران نادي الزمالك. طبعا، والحقيقه كمان لفت نظرنا ان كل لعيب بيجدد بتحس ان في حاله مختلفه كده ونشوه مختلفه، بينزل مركز اكتر. انا الحقيقه يعني ملاحظ على بن شرقي بقاله فتره كده ان هو محتاج يركز اكتر شويه، فقد يكون ده يعني يساعده في فكره زياده التركيز، فكره التشويش اللي موجود في دماغه والرغي الكتير. اتمنى ان ده ان شاء الله يبقى سريع علشان كمان يساعدنا في الفرقه واستقرار الفرقه. دكتور حسام ان شاء الله باذن الله خير. عموما دكتور حسام بشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور حسام المندوع عضو اللجنه المكلفه لاداره نادي الزمالك.